أصدقائنا، أعتقد المنطقة اللي وصلناها معروفة للجميع. إحنا ما راح نذكر اسم المكان، وهواية من أصدقائنا متأكد جاروا هذه المنطقة، فراح راح نسألكم، أنتوا عبروا عن رأيكم عن هذا المكان واكتبوا اسمه. ما اسم هذا الشلال؟ في أي منطقة؟ الشلال في أرمينيا، لكن نسألكم عن اسم المنطقة. هاي نورا أسكانيان لوسيفان إيش بيسك جان، ما اسم المنطقة يا سيفان؟ تعرف هذا جيرموك اليوم؟ هاي هاس يا مان، يلا تجي مكانكم خالي، ترى لا تقول ما قال، راح نبقى هنا باكر اركب سيارتك وتعال. ميرسي بول ميز هشيرك، طبعا مشكي هشيرك سيزي جان. واو، ها هذا صديقي وزوجته دي يتابعون مباشر. صديقي لو بعرف زوجة صديقي، واحدة منكم ما عاد اقرا اسم زوجة صديقي، اكتبوا لنا فت كومنت حلو، عندنا ضيوف من ابو ظبي. ثلج اصورك؟ ها هلا هذا ثلج لكم. ابن حلال وما تقصر، يا بكتبوا لكم يا جماعه. شكرا جزيلا. ابن حلال وما تقصر. مرسي. طبعا الجو لطيف جدا سيفان.